عسلامة. اليوم باش نواصل الحديث على حركة النهضة، بعد تكلمنا في الفيديوهات الأخرى على تاريخ الحركات الإسلامية الشيعية والسلفية والإخوان. توا باش نبداو، احنا بدينا في الفيديو اللي قبل هذه وحكينا شوية، حكينا نبذة على حركة النهضة اللي ظهرت في بداية السبعينيات كردة فعل على السياسة المتبعة من طرف بورقيبة. بورقيبة اللي هو يعتبر الأب الحقيقي لتونس، واللي احنا فيه الكل توا من وعي وثقافة ومستوى يعود له، هذا معناتها ما ينساهش التاريخ. بورقيبة حرر المرأة وعمل مسألة الأحوال الشخصية، بورقيبة بنى المدارس ما بناش جوامع، بنى مدرسة في كل مدينة وعلمنا. بورقيبة كان وطني بأتم معنى الكلمة، واليوم ذكرى عيد ميلاده لازم ناش ننساوه. هذاك علاش حطيت علم تونس، خاطر تونس تعتبر فوق الجميع. ميهمناش فيك شنو تؤمن ولا من فين اصلك ولا شكونك انت، المهم انك تونسي اب عن جد او تونسي بالجنسية تعتبر تونسي. اللي حب حب واللي ما حبش يمشي للبلاصة اللي حب عليها. احنا لنا عرب ولنا مش نقولوا احنا عرب ولا احنا مسلمين، لا احنا لنا مسلمين لنا عرب، احنا توانسة قبل كل شيء. من بعد عنا المسلمين وعنا الملحدين وعنا الصوفيين وعنا غيرهم وغيرهم، عنا حتى الشيعة في تونس، فهمت؟ وفما العرب وفما البربر، يعني الخليط هذا الكل، فهمت؟ ما لازمناش نفرطوا فيه، وما عنده حتى حد واحد يطغى على الآخر ويحاول يمحيه، لأن الاختلاف هو سبب قوتنا وتنوعنا. تونس ما عمرهاش 1300 سنة من يدخل الإسلام، تونس عمرها 8000 سنة 10000 سنة حتى أكثر، ترجع للتاريخ كانت عندها شخصيتها قبل قرطاج وقبل وقبل وقبل. المهم كما قلت لكم في الفيديو اللي قبل هذا، اللي أنا مانيش باش نتكلم بطريقة معناتها أكاديمية عن النهضة، لا باش نتكلم على حسب تجربة. وذكرت لكم في الفيديو اللي قبل هذا كيفاش احنا كنا عائلة عادية نعيشوا، عمرنا ما طرحنا السؤال ان احنا مسلمين ولا مش مسلمين، خاطر كانت عندنا مسألة مسلمة، كانت فما حرية مطلقة سواء في مستوى الأسرة أو في المجتمع. كما قلت لكم اللي تحب تلبس سفساري تلبس، اللي ما تحبش تلبس سفساري ما تلبس، ما كانش فما الحجاب في بداية السبعينات، ما كانش فما هذا الحجاب. الحجاب اللي موجود توا بتاع الخوانجية ماهوش تونسي أصلا، يعني مستورد جابوه من برا، فهمت؟ المهم نتذكر في نهار من النهارات نتذكرها معناتها في البداية، كما قلت لكم معناتها عندي أختي مش الكبيرة هي، أما أختي الثانية هي أكبر مني بالطبع، تصرفاتها بدأت تتبدل من اللي دخلت للجامعة بعد شهر شهرين، ولات نهار كل منعزلة في غرفتها، كما قلت لكم كانت قريبة مني ياسر، يعني شوف معناتها كيفاش الاحتكاك بالإسلاميين عبارة على مرض. خطر ذكرت أنا قلت أن الإسلاميين هو مرض معدي وخطير جدا. أختي معناتها ولد ما عادش تحكي معانا، ما عادش تقعد معانا، رغم اللي كانت هي أنشط وحدة فينا، يعني كانت معناتها هي اللي تعمل الجو، هي اللي تحط الموسيقى على قوتها، معناتها كانت محفلة الدار. بعد دخلت الجامعة بشهر ولا شهرين، الطفلة ولات مبدلة، ولات ديما في غرفتها وواحد كذا وكذا وكذا. الحقيقة احنا ما انتبهناش، انا بيدي ما انتبهتش، معناتها قلت يمكن نعرفش القراية ياسر، حتى امي قالت نفس الشيء. ونهار من النهارات نتذكرها شدت حوايجها وبدات تقطع فيهم،
قطعت حوايجها الكل، فهمت؟ ومشيت حرقتهم في جنينة، حتى احنا كنا ببلعثنا بعض طقنا لريانة، ولبست الحجاب. عجبنا، قلنا شنو الحكاية هذه؟ ما لبستش لا سبساري، لبست الحجاب هذاك. وبدات بشوية بشوية لازمهم تصلي، وبدات تعمل في الوعظ، ما يسمى بالوعظ الديني، فهمت؟ ما انتبهناش ليها ياسر، معناتها قلنا يمكن فترة وتعدي، يعني ماناش فاهمين احنا شنو التغير، معناتها هذا معناتها بتحكي بمنطق احنا ماناش فاهمينه، لازمكم ترجعوا للاسلام ولازمكم تطبقوا الاسلام. يا اخي مره قالت لها يا اخي احنا مانيش مسلمين، شنو نرجع للاسلام؟ وبدات تشددات بينها وبين امي بطريقه غريبه، فهمت؟ يعني وصلت تصيح على امي، فهمت؟ وتقول انت ما تعرف حد شيء، وانت جاهله، وانت متخلفه، وانت كذا وانت كذا. انا كنت صغير وقتها، تقريبا عمري 8 سنين ولا 9 سنين. جاتني قالت لي لازمك تولي تصلي. قلت لها كيفاش نصلي؟ قالت لي جاتو نعلمك. بس علمتني الصلاه، علمتني الوضوء، وليت نصلي، ساعات نصلي، ساعات لا، ساعات ديما تراقب فيا، صليت الظهر، ساعات نكون صليت ونقول لها اي، ساعات ما صليتوش. المهم بشويه بشويه اثرت على اخواتي اللي اصغر منها. لبست اللي بعد الحجاب واللي بعد الحجاب واللي بعد الحجاب، وليت الدار عبارة على مأتم، تعرف شنو مأتم؟ حتى النهار اللي قالت الوالدة ما عادش تحكي مع أمي ساعة، ولا ديما تحكي مع بابا. بابا عمره ما تلهى بالدار، وعمره ما دخل في الدار، وعمره ما جاء، ما يهمه لا قرايتنا لا شيء، يمشي يخدم على روحه، يجي يشد شيشته ويقعد على روحه كاو. هي بدات تعمر فيه، تقعد معاه ولا تقعد يسمع بابا، راك انت الراجل، وانت لازمك تحكم في العائله، ولازمك انت كذا وانت كذا وانت كذا. بابا مع انسان معناتها بسيط، عجبته الفكرة يعني بتاع انها يولي هو اللي يحكم وكل شيء. بدا عادي يتقوى على امي. امي طبعا انسانة قوية تسمت الشخصية، ما عجبهاش هذا الشيء، وبدات توقع الخلافات بينها وبين بابا، ولا جو من التوتر لا يطاق. فهمت؟ حتى ان وقتها جاء الصيف، وقتها نمشي منعتنا باش نمشيو للبحر، اما انا ديما نمشي معاها، تقول يجي معايا، يمشي معايا للحلقة، كنت ديما نمشي معاها وتحطني ورا النساء، كانوا النساء هما يعملوا الحلقه، وتحطني ورا النساء وتقول لي اسمع برك. المهم حتى جاء النهار اللي قالت، جات البابا قالت له راني باش نعرس. هاي قالها باهي، شكون؟ قالت له واحد في الجامعه معايا وكذا، وراه باش يجي هو وعائلته وكل شيء. هكا هو. اي نذكر هذاك النهار بدينا نحضر، امي بردت الجو شويه، قالت لي خلي تعرس وتمشي عليا. فهمت انا قريتها وكل شيء. هكا جاء هو دخل، السلام عليكم، فهمت؟ وكذا راجل محترم زعما وعايلته معاه وكل شيء. دخل باللسان الحلو، الكلام الحلو. امي اول حاجه سالته قالت له باش تخليها تكمل قرايتها؟ قال شنو خليها؟ بالطبع خليها تكمل قرايتها. قالت له انا هذاك شرطي الوحيد. هكا اتفقوا على كل شيء، عرسوا، عرسوا في الصيف. عرس ايش نحب نقول لكم؟ النساء وحدهم والرجال وحدهم، فهمت؟ ولا موسيقى ولا تصاور ولا حد شيء، عباره على مأتم. تعرف شو معناها مأتم؟ الحقيقه احنا كنا تصدمنا يعني بالحكايه، وامي خاصه امي معناتها قعدت مصدومه. ورغم هذاك الشيء، خلينا هذاك الشيء يتعدى يعني، مش وريت شفت التهاون مع الاسلاميين فين يوصل، خاطر عائله كامله، احنا معناتها تسعة من الناس، تسعة اطفال، عائلة كاملة دمرت من نهار اللي دخل صالح كركر لدارنا، حط سعر، بل من قبل مني اختي مشات للجامعة وسلمت علي. يعني ما تنجموش تتصوروا شنو وقع عنا، وحتى لتوا نعانيو من هذه المسألة. تصور معناتها هذا فرد في أسرة شنو عمل؟ أي تخيلوا آلاف الأسر، وأنا توا نتكلم ونعرف اللي عشرات معناتها المئات من الأسر عاشوا اللي عشته أنا في هذيك الفترة، ويعرفوا اللي أنا توا قاعد نقول فيه هما عاشوا نفس الشيء، متأكد من المسألة هذه. هذاك علاش نقول لازم نحكيه، لازمناش نسكتوا. كان فرد قطرة واحدة من الإسلاميين دمر أسرة،
فما بالك بآلاف من الإسلاميين دمروا آلاف الأسر، وفي ذلك مع تدمير مجتمع كامل وعائلة كاملة وبلاد كاملة. حقيقة ما نحبش نتفاعل كثير في المسألة هذه على خاطر ذكريات معناتها مريرة جدا 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 جدا، معناتها ما تنجموش تتصوروها. فهمت؟ ما عادش نوعا، انا مثلا كنت صغير، اخواتي اللي اصغر مني، عندي اخويا عمره 6 سنين واخويا الاخر عمره 3 سنين، ما عادش هما لعب، ما عادش نلعب. يا ما تمشي تقرا في القران، حتى التلفزه ولينا ما عادش نتفرجوا كما نحبوا احنا. ايطاليا نحوا هنا، كنا نتفرج في ايطاليا الاذاعات الايطاليه كنا نحت هنا، ولينا نتفرجوا كان في تونس في نشره الاخبار. فهمت؟ يعني ما عادش نلعب الكوره، ما عادش نلعب حتى شيء. شنو معناتها حياه مريره. المهم تعدى العرس ذاك وعرست وسكت تحضنا، ولات احنا كنا ارتحنا منها سيء. ولات نهار نهارين تجي نحيو التصاور هذوك، ما نحيو الردوات هذوك ما فيهم صور، ولينا نحينا الردوات، ولات الدار اعوذ بالله مش طراشين. ردوات كحل لون واحد، تصور ما عادش هما حتى تصويره في الدار. نهار عيطت لي عندنا بابا كان يصور ياسر، عنده تقريبا اكثر من 10,000 تصويره من الصغر بتاعنا. عيطت لي قالت لي نحرقهم. قلت لها علاش؟ قالت لي هذوك معناتها ربي يوم القيامه يجيبهم يقول كيفاش معناتها تقذف، معناتها تقذف فيهم الروح ولا ندخلك النار. هذيك معناتها من عمل الشيطان، صور حرام. نتذكر معناتها كيفاش حرقتهم الكل في الجنينه. انا خبيت تريف منهم النيجاتيف، خبيته لتوا مازال عندي. فهمت؟ في الكاف نتاعنا كان عندنا كاف، يعني باش يوريكم معناتها هي عباره وتقوم بهذاك الشيء. نشوف فيها انا خاطر بعد بدات تتعلم فيا بشويه بشويه، نشوف فيها عباره تخيل روحها معناتها محمد وكسر في الاصنام ولا من عرف شنو معناتها. وكان راجل يجي كالنمس يدخل يشوف الحاجه ما يقول شيء، هو يروح للدار من غدوه تجيه. علاش هذيك غاديك؟ علاش هذيك غاديك؟ علاش التصويرة هذيك عاملين نحي عليها التصويرة هذيك؟ فهمت؟ حتى الأبناك كانت عندنا أبناك، أمي كانت عاملتهم بقماش فيها ألوان وكل شيء، قالت لك لا نحيهم. فهمت؟ نحيهم، ما لازمش معناتها تعمل الألوان والصور وكل شيء. المهم مرت أيامات على هذيك الحالة، معناتها مش أيامات، شهورة، وهذاك التوتر والعرق. وبابا ولا فهمت يقول لهم، هي تحكي مع بابا ما تخليهاش تخرج، لازمها باذنك، هي معناتها لازمها تعمل حتى شيء امي الا باذنك. وامي عندها 20 ولا 30 سنه معرسه مع بابا، هي الكل في الكل، ولا حتى يتحكم شنو باش طيب، حتى وقت تجي ماشي للمارشي. فهمت؟ ما عادش خليها، ساعات خليها بالسرقه خاطر هو ما يحبش بخيل. فهمت؟ نحكي لكم في القصة هذه رغم اللي هي مسألة شخصية، ما نعرف كما قلت لكم آلاف من الأسر عاشوا هذه الفترة، غير باش تفهموا كيفاش يتم تغلغل الإسلاميين في المجتمع باسم الدين وباسم الأخلاق، وهما يدمروا الأخلاق ويدمروا الإنسان ويقضيوا على الطفولة ويقضيوا على المرأة ويقضيوا على كل شيء، ما يخليوا حد شيء. فهمت؟ يعني كل شيء يولي عندهم في إطار محدود معناتها وضيق، بعيد على العصر اللي احنا عايشين فيه وبعيد على كل شيء. معناتها يعلموا الانسان النفاق. انا مثلا كنت صغير ما كنتش نكذب، تقولوا لي عملت الحاجه قلنا عملت ولا عملتش، معناتها علموني الكذب. علاش؟ انا خاطر النهار كله هما الصباح بكري في صليت الفجر. فهمت؟ لا معناتها علاش تحبني نعمل؟ خاطر كان نقول لها لا مشيت صليت الفجر ولا ما صليتش العصر تولي اش بيك وكذا وكذا وسين وجين. اذا انا مجبور باش نكذب، ومجبور باش نتفرج في ايطاليا بالسرقه، ومجبور باش نعمل 20,000 حاجه بالسرقه على خاطر اللي تمرق. والمشكله ان اختي وقت خرجت وعرست سكنت بحدانا، كلفت اخواتي اللي ردتهم كيفها لبستهم الحجاب ينقلوا لها كل الاخبار شنو نعمل. يعني وقت تجي كانها عايشه معانا، وهي بالطبع تنقل الاخبار لزوجها اللي هو صالح كركر، وهو يعطيها الاوام، وهي تعاود تجينا وتمرجلنا العيشه نتاعنا. المهم شعليل هيا جاء بعد فتره هكايا من العرس، جاء صالح كركر قال لك يحب البنات يعرس لهم الاخوه.
حب يجيب لاختي الثالثه راجل، ويجيب الاخت اللي بعدها راجل، والاخت يعني حب يجيب لهم معناتها كيفاش بنات مازالوا يقراوا. وساعه اول حاجه ما عملها حبر مع عرسه اختي وقفها من القرايه، اللي وعد امي وامي مشات له عملت له عرعور، فهمت؟ قالت له ماكش راجل، ما تحشمش، قالت له ماكش راجل، وعدتني قلت لي باش تكمل تقرا. قال لا هي ما حبتش، وهي باش تلهب دارها وباش ترشنوها وباش كذا، فهمت؟ وما تنجمش توفق بين الاثنين وهاني انا. قالت له امي، ذكرها وقتها مشات له للدار معناتها لبست سفساريها ومشات سخسخت بيه الارض. حتى انها نهار وهي حبله، فهمت؟ جات اختي تبكي لامي، قالت لها امي شبيك؟ قالت لها راهو ضربني. وهي حبله ضربها، ضربها وهي حبله، وما عادش تحب نرجع له كذا وكذا وكذا. امي معناتها جات معاها قالت لها راني انا قريتكم باش تكملوا قرايتكم باش تعملوا على حتى راجل، لازمكم تكونوا مستقلين. هاي ما نعرفش كيفاش بعت لها اخوات وما اخوات وقنعوها وعاودت رجعت. من وقتها ما عادش سمعنا معناتها شنو يعمل لها وشنو ما يعملش. يعني عباد عندهم عندهم شخصيتين، يعني كي تشوفوا كيفاش تخلق الملائكه وكيفاش هو في الحقيقه شنو. ومازلت باش نحكي لكم يعني بصفه عامه كيفاش معناتها هذا الشخص معناتها كان متجبر، فهمت؟ متجبر معناتها تجبر ما تنجمش تصوروا بالك. المهم هيا جاب عريس لاختي الاخرى وعريس لاختي الاخرى وكذا، وبعد بدا يدور علينا احنا. عندي خويا الكبير قالوا انت لازم تدخل الجيش. قالوا خويا علاش؟ قالوا انا عم نعاونك وكذا، ولازمنا نتغلغلوا في الجيش ونتغلغلوا في العسكر ونتغلغلوا في كل شيء. يعني ولا ما قاو سيئ معناتها بدا يكون في الدوله الاسلاميه نتاعو، وبدا معناتها وكانوا يعملوا اجتماعات في دارنا وانا كنت نحضرها، وكانوا يكلفوني باش نحسب الصبابط قداش من صباط باش يعرفوا قداش يحطوا من طرف الحم. الفلوس فما، هو كان مازال يقرا اما الفلوس فما، تجيهم الفلوس وكل شيء، فهمت؟ كانوا حتى يكلفوني ساعات يقولوا لي امشي عس، خاطرهم وقت يجيو للدار يجيب الواحد بالواحد على مده من نص النهار، هاو زوز جاو هاو ثلاثه، باش ما يفتنوش اللي فما اجتماع ويتجمعوا غاديكا 200 300 واحد. كانت الدار نتاعنا في ريانه يعيطوا لها دار الارقم ابن ابي الارقم، فهمت؟ كانوا ريانه يسموها يثرب، فهمت؟ كنت نسمع ونحضر على شنو معناتها يحكيو بالتفاصيل، وكنت نحضر مع اختي. اختي كانت معناتها كانوا عندهم خليه نسائيه، فهمت؟ حتى التنظيم نتاعها مازال عندي توا، فهمت؟ معناتها مكتوب باليد، فهمت؟ كيفاش جزوهم يعملوا، كيفاش يعملوا معناتها، كيفاش مثلا تمشي ما تطلبش من المراه تلبس الحجاب في الاول، تمشي لها تحكي معاها تصحبها، ومن بعد بشويه 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 بدها تخدم فيها، فهمت؟ ما يسمى بالاسلوب التدريجي في الاقناع. ومن اهم هذه الطرق، فهمت، اللي يستعملوها يقول لك لازم تكون في الاول تحط روحك نفس المستوى وانت الطرف المقابل. يعني الشخص الاخر كان هو معناتها مستواه عادي، لازم تحط نفسك نفس المستوى، ما تظهرش روحك اللي انت اكبر منه. وبشويه بشويه بدك تقنع فيه، ومن بعد زعما زعما كانه هو يطلب منك نحب نلبس الحجاب ولا نحب نولي كيفك ولا كذا 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 كذا. كانت عندهم حركة نسائية كبيرة في تونس، كانت عندهم حلقات في المساجد وعندهم حلقات. أنا نتكلم فيكم عام 75 76، يعني عرس أخواتي الكل في ظرف عامين، عرس الكل اللي خذات واحد ميتير في الجيش وهو إسلامي شيء طبيعي، واللي خذات واحد فهمت يخدم في المجال الثقافي، فهمت؟ وبشوية بشوية عاد معناتها كيما نقولوا قامت في عائلتنا حكومة إسلامية. أمي ولات ما عادش عندها حتى قيمة وحتى تقدر، فهمت؟ مسكينة نهار كل هي طيب وتنظف وتقد، فهمت؟ قداش من مرة تعارك وتطهر وتعاود ترجع على خاطرنا، خاطر احنا مازلنا صغار وكذا وكذا وكذا. معناتها العائلة كاملة تهدمت تهدمت بهالإسلاميين. ومنذ دخل معناتها صالح كركر لدارنا ما عادش عرفنا حد شيء، لا طفولة لا قراية لا حد شيء، فهمت؟ نهار كل في الحلقات، نهار كل في القرآن، نهار كل في الحكايات نتاعهم الفارغة. لا ما نحبش نزيد نطول أكثر في الحقيقة، معناتها
وصلنا 20 دقيقة، رغم اللي ياسر قالوا لي لازم توصل نص ساعة، معناتها شوية 10 دقائق وشوية 15 دقيقة. اللي حبيت نقوله هوني اللي هذا الشيء راه ما وقعش كان في عائلتنا، وقع في كل العائلات التونسية من بداية السبعينات إلى أواخر الثمانينيات، وقت ولات الحركة الإسلامية تنظمت ولات عندها أموال ولات عندها أنصار. وكانوا يقولوا للنساء، كانوا الرجال ما يقولوا لهمش عملوا اللحية، بينما النساء يقول لهم البسوا الحجاب باش يظهروا قوتهم. نتذكر مرة وقت في حلقة من الحلقات تقول معناتها كل واحدة معناتها تلبس الحجاب هي الدعم، ما لازمكمش تلبسوا معناتها الحجاب، لازم تلبسوا الحجاب بتاع اللي معناتها مرسمينه كيفاش بالضبط، فهمت؟ مش مثلا تغطي شعرك برك، لا، لازم تلبس حجاب معين اللي يظهر قوتهم. وبداوا يخدموا في الجامعة وواجهوا الشيوعيين، وقع صراعات بيناتهم حتى لين وقتها بورقيبة شاف اللي هما مولاو يمثلوا خطر في بداية الثمانينيات، تم إلقاء القبض عليهم وحطهم في الحبس، خاصة بعد قيام الثورة الإيرانية. وأنا وقتها طلعت لفرنسا، ما قعدتش في تونس، أمي طلقت وهربتنا بالواحد بالواحد ومشينا نعيشوا في فرنسا. إذا هذا ملخص معناتها الحياة اللي عشتها، مع التجربة ملخصة أقصى شيء ممكن، ما حبيش ندخل في التفاصيل. أما وقتها معناتها ما حبيش ندخل في التفاصيل على خاطر مش موضوعنا هذا، معناتها الملخص نتاع القصة الكل اللي الفكر اللي يدمر فرد ولا يدمر أسرة راهو يدمر دولة. وكان العمل نتاعهم مقسمين، نتذكر انا وقت يجي صالح يحط الورقه كاية بتاع تونس، خريطه بتاع تونس، ويبدا هذا مسؤول في الولايه هذه في الولايه هذه في الولايه هذه، وكان عندهم تنظيم موازي، معناتها تنظيم نسائي وتنظيم رجالي، يعني على الجهتين يخدموا، فهمت؟ يعني في كل منطقه، مثلا كان في حي النزهه المنطقه نتاعنا يعني كان عندها المسؤول الراجل والمسؤوله المراه، فهمت؟ وكل ذلك التنسيق يتم عن طريق الزواج وعن طريق وعلاش هما يستعملوا المرأة. كان وقت نتذكر مرة صالح قال لك معناتها خاطر المرأة في تونس معناتها عندها حقوق ياسر، يعني من الصعب معناتها إيقافها. كان حتى في نقل الرسائل نتاعهم كانوا يستعملوا حاجتين، كانوا يستعملوا المرأة ولا تقل صغار. كنت أنا بيدي ساعات يعطيني ورقة باش نهزها لواحد في بلاصة فلانية، فهمت؟ كان يقول لي كان شكيت ولا حاجة قولها، فهمت؟ كانت شفت معناتها باش يفكوها لك هذيك الورقه ولا حاجه كولها، يعني انا وليت معزه باش ناكل الورق، فهمت؟ صحيح كنت صغير ما نفهمش، لكن فريمون معناتها الاسلوب نتاعهم ما يحترموش معناتها لا طفل لا حد شيء، يعني هما حركه سياسيه 100%. حطها في بالك كيما الاخوان، ما نحبش نرجع للاخوان، ان حركة الاتجاه الإسلامي هي حركة سياسية 100% تستعمل الدين، وما فماش واحد منهم منتمي للحركة إلا المصلحة، سوى مصلحة منصب، سوى مصلحة خدمة مصالح ولا أموال ولا شهرة ولا مهما كانت، يعني ما همش هم ما همش دين، يعني ما همش يعملوا هذاك الشيء بإيمان. هذاك علاش تلقى أنت عنصر من عناصر النهضة وتلقى مخين يخرج، شيء طبيعي، مش باش يقع في حاجه. يعني العناصر نتاع النهضه نجم نقول لك 90% سيختو، معناتها ما نتكلمش على القاعده، انا يعني القاعده على خاطر معناتها تتبع وجودهم في النهضه من اجل مصلحه مهما كانت، فهمت؟ اذا ما عندهمش ايمان. هنا نتذكر قصه قريتها وقت انا كنت صغير، مش كنت صغير وقت كان عمري تقريبا 18 سنين، ما عرفش في اي كتاب بالضبط. قصة هي مش صحيحة ولا مش صحيحة خاطر يمكن موضوعها، فهمت؟ هي في عهد محمد، أنا تعرف معناتها رغم إني معناتها ملحد وفهمت ونعتبر الإسلام جرثومة والإسلاميين مش جرثومة، معناتها كونسير، فهمت؟ لكن ما عندي حتى مشكلة كي نلقى فكرة تناسب عصرنا ومنطقية، فما حتى مشكل موجودة في القرآن ولا موجودة في الحديث ولا موجودة في قصة موضوع. أنا مش كيما المسلمين، المسلمين هما ما يغزروش المحتوى الحديث ولا محتوى الآية، يغزروا، فهمت؟ هل هذا الشيء معناته جاي من طرف ذاك، يعني ما يغزروش
المعنى الحديث شنو يقول؟ وانما من نقل الحديث هذه لازمكم تفهموها. يعني ما دام اللي ينقل الحديث ثقه عن فلان اللي هو ثقه، عن فلان اللي هو ثقه، عن فلان اللي هو ثقه، حتى كان يقول لك اشرب بول الجمل راهو بول الجمل نافع، ما يهمهمش مهما كان. يعني المحتوى ما يهمهمش فيه، المهم انه يكون اللي نقله صحيح. هذه القصه معناتها نحكي لكم مختصره ونوقفوا الفيديو هذا قدام نص ساعه، باش نعمل فيديوهات نص ساعه احسن يعني، فهمت؟ القصة بتاع يقولوا فما محمد مرة هو ماشي يشوفه في واحد معلقينه في شجرة ومعنتها وقتلوه يضربوا فيه، معنتها مازال ما ماتش يضربوا فيه ومعلقينه في شجرة، العرب قبل فهمت يا أخي. جاي قال لهم شنو هذا؟ شو علاش تعملوا له هكا؟ قال لهم راهو هذايا يستنى أي مرأة تموت يمشي ينبش عليها القبر ويغتصب. حتى نهار عملنا له واحد وشديناه وعلقناه ومش نقتلوه، فهمت يا اخي؟ جاي هو مازال في حياه، رمق الحياه. قالوا علاش تعمل هذاك الشيء؟ فهمت يعني سالوا معناتها محمد، ما عرفش قصه صحيحه ولا مصلحه مش مهم. قالوا علاش تعمل في هذاك الشيء؟ معلاش معناتها تمشي تغتصبهم وهم موته، فهمت؟ قالوا راني نحب، معناتها ما نجمش نلقى راحتي الا وقتها نغتصب ميته، يعني هذاك الشيء نحب ونؤمن به ايمان مطلق. وقالوا كان توا نسيبوه، قالوا نعاود نرجع نعمل. يا اخي بعد لا قتلوه، كان محمد يغزر لهم بعد لا قتلوه، جاء وباس له ساقه، فهمت؟ بس ساق هذا الشخص. يا اخي تعجبوا المسلمين وشيء، قالوا كيفاش جيت تبوس له ساقه؟ يعني هذا واحد مجرم، واحد معناتها كذا. قالوا بص له ساقه مش على اللي عامله، لا بص له ساقه على خاطر يؤمن باللي يعمل فيه، يعني على ايمانه القوي انه معناتها مش كيما اشخاص، فهمت؟ ولو حتى يعملوا في الخير لكن ما مش مؤمنين به. يعني الايمان انا بص له على خاطر ايمانه القوي باللي يعمل فيه. ليش يعني هذه القصه بين قوسين قريتها في ايران في كتاب، ما تعرف الشيعه عندهم معناتها قصص ياسر، و نصورهاش صحيحة القصة ما مهمنيش، يعني عجبتني معناتها كيفاش، معناتها حبيت نقول إن الإخوان المسلمين وحركة النهضة والشيعة عندهم إيمان، تحس الإيمان، حتى السلفيين عندهم إيمان قوي رغم اللي هم مجرمين. إنسان شو صار يفجر نفسه يعني مجرم، لكن إيمانه قوي. يعني أنا نحترم صراحة الشيعة ونحترم السلفيين رغم إني نكرههم معناتها أكثر من الإخوان المسلمين وأكثر من حركة النهضة والاتجاه الإسلامي، لأنهم عباد ما عندهم حتى إيمان، عندهم مصلحة فقط، مهما كانت هذه المصلحة هما يخدموا على أساس مصالحهم الشخصية، يخدموا في السياسة، والسياسة بين قوسين هي مصلحة. هذاك علاش أنا نكره السياسة ونكره السياسيين بصفة عامة، ونتمنى لو الدول معناتها تنحي هذه الأحزاب وتنحي هذه الحكايات وتعمل حكومات على مستوى الكفاءات، خاطر الانتخابات ونحكي فيه في موضوع اخر كل حكايه لعب وتمانيك وضحك على البقول، فهمت؟ طولت ياسر معاكم المره هذه، ومره جاي في فيديو قادم. واليوم كما قلت لكم عيد ميلاد بورقيبه، محرر تونس واب تونس اللي ما يمكنش ننساوه، وتعيش تونس حرة، وطال الزمن أو قصر راهو الحرية باش نحصلوا عليها، مش مهم قداش الوقت ومش مهم، المهم أن نمشيو في طريق الحرية لكل تونسي مهما كان اعتقاده ومهما كان توجهه الفكري ولا الديني ولا الاجتماعي ولا الثقافي، على خاطر تونس راهي تنجم ترفع العبيد الكل. واحنا قبل كل شيء نكونوا توانسة، ولازمنا نحافظوا على هذه المسألة. وبالسلامة، ومع فيديو قادم، مع فيديو قادم، بالسلامة.